في منطقة الخليج تكتسب بعض السيارات شهرة خاصة، حيث يرتبط اسمها بعمق هنا، لدرجة أن بعض الطرازات لا تعترض إلا أو لا تعرض إلا في سوق أو أسواق الخليج. اليوم نرى إطلاقا مميزا لسيارة جديدة ليست مجرد طراز عادي، بل رائدة في مبيعاتها، تنطلق من الشرق الأوسط. والحديث هنا عن أول إطلاق عالمي للطراز الجديد كليا، نيسان باترول 2025 بالعديد من التحديثات. Together, the world premiere of the all-new Nissan Patrol.